السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. إخواني في الله وأحبابي في الله وأخواتي في الله، يعني بعد أسبوعين انقطاع بسبب العمرة والذهاب إلى بيت الله الحرام، بنعود تاني ونستأنف مع بعض الكلام اللي احنا كنا بدأناه قبل ما سافر بأسبوعين ثلاثة. لو كنتوا تفتكروا كنت بقول ان احنا لازم نقف وقفة مع نفسنا يا جماعة. الفترة اللي احنا فيها ديت الأمة فيها نوازل كتير جدا، زي ما احنا شايفين نازلت سوريا، وما أدراكم ما نازلت سوريا، نازلت مرشح الرئاسة المصري إسلامي ولا توافقي ولا. ولكن يا جماعة قبل ما اتكلم عن هذه النوازل، في نازلة أخطر نازلة الواحد رجع من العمر وهو مقتنع بيها، نازلة تدهور المستوى الإيماني عند الملتزمين، نازلة تدهور الإيمان في القلوب، نازلة إن يا أخوانا دلوقتي أنا كل مرة باجي وبقول للناس دوس بنزين دوس بنزين دوس بنزين، أنا جاي النهاردة أقول لك دوس فرامل، انا جاي النهارده اقول لك لازم تقف مع نفسك. الموضوع ده مش ما ينفعش يكمل. الاخ بيجي لك شغال في النت او شغال في جماعه خيريه او شغال في السياسه او شغال في حزب اسلامي، يقول لك انا ايماني بيضيع، انا قلبي بيموت، انا بقع. دوس بنزين دوس بنزين. الاخت بتيجي انا شغاله في اي ثغر من ثغور الدين وخلاص انا حاسه ان انا ايماني بيضيع، دوسي بنزين. كل مره انا النهارده جاي اقول لازم ندوس فرامل. في الواقع اللي احنا فيه ده لازم قلوبنا تتشحن يا جماعه، لازم قلوبنا تتصل بالله. يعني اللي بيشرب كوبايه شاي وبعد ما خلصها سابها، لو قام غسل الكوبايه بعد ما يشربها على طول في ثانيه واحده شويه ميه وخلاص. طب لو ساب الكوبايه لحد تاني يوم من غير ما تتغسل، لا ده لازم يحط صابون ولازم بقى يمسح كويس من جوه الكوبايه. طب لو ساب الكوبايه شهر من غير ما تتغسل، لا ده محتاج كميه صابون اكتر ومحتاج شغل اكتر. هو بالظبط كده يا اخوانا، دي قلوبنا. قلوبنا لما اثار الذنوب واثار الغفله واثار الدنيا تتراكم عليها، لو انت على طول بتغسل قلبك اول باول وبتشحني قلبك اول باول، اول ما تيجي تغسل قلبك هتلاقي قلبك سهل انه ينور تاني وسهل انه ينضف تاني. ولكن لما بنسيب قلوبنا وبننسى قلوبنا وبنبطل عباده وبنبعد عن العباده يا اخوانا، الموضوع مش بالجري. دين ربنا مش باللي ينزل الاول واللي يجري اكتر واللي يشتغل اكتر يا اخوانا، المساله كلها فتح ربنا، الامل في فتح ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين نسيب قلوبنا لحد ما نوصل للمرحله اللي نيجي نغسلها فيها اللي ما بتتغسلش، لحد ما نيجي نوصل للمرحله اللي تيجي تفتحي القران فيها تلاقيكي ما عدتيش حاسه بيه، لحد ما توصل للمرحله اللي تيجي تذكر ربنا فيها تلاقي قلبك خلاص مقفول، لحد ما نوصل للمرحلة ان القلوب ما عادتش بتستجيب مع العبادة، ان القلوب ما عادتش بتتحرك في الذكر، ان القلوب ما عادتش بتتحرك لما تبص للسماء، ان القلوب ما عادتش بتتحرك لما نقرأ قرآن، ان ما عدناش قادرين نصلي ركعتين في قيام الليل، ان خلاص قلوبنا ماتت. قبل ما تموت قلوبنا، قبل ما تموت قلوب الملتزمين والملتزمات واللي بيحبوا دين ربنا، قبل ما تموت نتيجة ان شبالنا سنة ومن قبل السنة دوس بنزين. الشاب يجي لك شغال في النت، انا بنتكس، انا بضيع، انا بقع في معاصي سر، دوس بنزين. الشغل هو الدين كله بقى شغل، فين العبادة؟ فين التربية؟ فين البناء؟ فين انك انت تتبنى، انك تتبني، انك انت تعبد ربنا والعبادة تطهر قلبك وتغير قلبك. لاحظت يعني سبحان الله في القرآن لما بتلاقي اخوانا صور القرآن بدأ بدايات شبه بعضها يبقى معناها ان المواضيع شبه بعضها. يعني حاميم سبع صور بادئين بحاميم سموهم الحواميم، يبقى السبع صور دول ليهم رابط واحد. لقيت ان الف لام ميم في صور نزلت في مكة اولها الف لام ميم زي الروم زي لقمان، وصور نزلت في المدينة اولها الف لام ميم البقرة آل عمران. طب ايه الرابط يا رب؟ يا رب ده الروم، ده الروم دي لله الامر من قبل ومن بعد، الله المهيمن على كل شيء، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، كل ذره في الكون بتتحرك بامرك يا رب، مفيش حاجه في الكون الا وانت مهيمن عليها يا رب. الحرب العالميه اللي بين الفرس والروم في اول سوره الروم الله يملك نتائجها. لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ربنا بيقول لنا أنتوا عارفين قدرتي قد إيه، أنتوا عارفين علمي قد إيه، أنتوا عارفين هيمنتي على الكون قد إيه. ده دي ألف لام ميم المكي.
ألف لام ميم المدني بقى البقرة وآل عمران حاجة تانية، صورة البقرة والاقتصاد والسياسة والجهاد والمعارك والدول والشبهات وإقامة الدولة، إيه الرابط ما بين دي وما بين دي؟ كأن ربنا بيقول لنا اوعى تدخلوا مرحلة ألف لام ميم المدني، مرحلة بناء الدولة اللي احنا فيها الوقت والسياسة ومين هيبقى الرئيس ومش مين هيبقى الرئيس، من غير ما يكون معكم مشاعر ألف لام ميم المكي، من غير ما يكون معكم مشاعر يقين في قدرة ربنا واتصال القلوب بربنا. يا اخوانا لو نزلنا السياسة من غير نظارة العبادة هنضيع ومش هنوصل لحاجة، لو نزلنا الدعوة من غير نظارة العبادة هنضيع ومش هنوصل لحاجة، لو نزلنا التربية والحياة كلها من غير نظارة العبادة هنضيع ومش هنوصل لحاجة. اوعوا تخلعوا النظارة ايها الملتزمون والملتزمات، اوعوا تخلعوا النظارة اللي عايزين توصلوا لربنا، اوعوا نظارة العبادة زي ما قلت لكم اللي لابس نظارة كعب كوباية لو شلتها منه ومشيته وسط العربيات هيتوه وهيتبهدل ومش هيقدر يمشي وسط العربيات. اهو ده احنا من غير نظارة العبادة، ده احنا من غير نظارة القرآن، ده احنا من غير نظارة الذكر، ده احنا من غير نظارة الاتصال بالله. ألف لام ميم المكي بتديك نظارة ان الله هو اللي بيده كل شيء، ألف لام ميم المدني بتقول لك ابني دولة كأن ربنا بيقول لك اوعى تنزل السياسة والواقع والاقتصاد والجهاد من غير مشاعر لله الامر من قبل ومن بعد. يا شباب في حاجة غريبة جدا، تلاقي ربنا في سورة البقرة اللي كلها بتتكلم عن بناء الدولة والتنمية والعلم والانطلاق في الدنيا والسياسة والاقتصاد، تلاقي المقدمة بتاعتها ايه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن الذين يؤمنون بالغيب إيمان ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عبادة. يعني ايه يا رب؟ يعني مين اللي هيبني الدول؟ المؤمن العابد. مين اللي هيبني الدول يا رب؟ المؤمن العابد. تلاقي صورة زي سورة الأنفال اللي بتكلم عن الجهاد وغزوة بدر والغنائم وازاي ان الأمة تبقى أمة واحدة والأسرة ونتعامل ازاي، صورة جهادية رهيبة، والخونة ونعمل ايه مع الخونة والقتال في سبيل الله. تلاقي أولها ايه؟ تلاقي أولها قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذا الإيمان الذين يقيمون الصلاة أو مما رزقناهم ينفقون العبادة. كأن المعنى مين اللي هيجاهد يا رب؟ المؤمن العابد، المؤمن اللي تربى في العبادة، مؤمن الياسين تربى في الصومعة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من أقصى المدينة بيعبد ربنا. ده لما نزل عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة لأنه نازل قلبه منور، نازل ينور حياة الناس. بحسها في قول الله عن سيدنا زكريا هو خارج على قومه، فخرج على قومه، على دي تحسك ان في طير او نسر جاي من فوق ونازل يحط بقى بين الناس، فخرج على واحد جاي من فوق، واحد عالي، واحد جاء قلبه متصل بالله وخارج للناس ينور حياتها بالاتصال بالله. يا جماعة عايزين نحقق على دي، عايزين قلوبنا تتصل بالله سبحانه وتعالى. تلاقي اول صورة لقمان تتكلم عن تربية الأطفال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وخطورة التربية، تلاقي أولها ألف لام ميم، ها تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. المؤمن العابد هو اللي هيقدر يربي، المؤمن العابد هو اللي يقدر يدعو، المؤمنة العابدة هي اللي تقدر تجاهد، المؤمن العابد هو اللي يقدر ينزل في السياسة. أرجوكم أيها أيها الملتزمين والملتزمات، أرجوكم يا إخواني، أرجوكم يا أخواتي في الله، أقفوا مع نفسكم دوسوا فرامل شوية. المطحنة اللي احنا فيها ديت اللي القلوب بتروح منها لما الواحد بيروح عند الحرمين ويبدأ يعبد ربنا كده بصدر هادي كده، ما هوش ملهوف، ما عندوش الصبح حاجة والظهر حاجة والساعة 12 بالليل حاجة والفجر حاجة والساعة 8 الصبح حاجة، لا بيعبد بقلب هادي وبيطوف حوالين الكعبة ويقعد في الروضة ويقرأ القرآن، بيحس ان الدنيا نورت تاني، ان النور جه تاني، انما اساس دوس بنزين دوس بنزين شغل 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 شغل. طب وبعدين وفين العبادة وفين الايمانيات؟ الوقفة بتاعت النهاردة وقفة مع العبادة اخطر معنى خرجت به من العمرة اللي فاتت ديت، ان اوعى تعول على جهدك، اوعوا تعولوا على فكركم وتخطيطكم، عايزين نعول على فتح ربنا، ان لو ما جاش الفتح من فوق ما هيش نافعه. الواحد
الواحد بيبقى يعني حزين، يا رب ده 6 مليار كافر هنقوم للالتزام امتى؟ 8 مليون كافر بيموت على غير التوحيد كل شهر، يا رب المسلمين هيهدوا، يا رب الشباب وملايين الشباب دول هيعرفوا الاسلام امتى والالتزام امتى، يا رب الملتزمين دول هيتحولوا لجنود ليك امتى؟ والواحد رسالة حياته في الحياة ان غير المسلم يبقى مسلم، وده اي مسلم صاحب رسالة، غير المسلم يبقى مسلم، دول 6 مليار، وغير الملتزم يبقى ملتزم، ودول مئات الملايين، والملتزم التايه يبقى جندي من جنود ربنا. امتى يا رب؟ الواحد لما راح هناك احد يضحك على نفسه ضحك، يعني انت زعلان لانك انت فاكر انك انت عايز شويه جري زياده عشان المشاكل دي تتحل. المشاكل دي فوق طاقه البشر كلهم، المشاكل دي لو ما نزلش الفتح، اذا جاء نصر الله والفتح، ربنا بيقول للنبي كده، اذا جاء نصر هي فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى. اذا طب الفتح ده ينزل على مين؟ هي ديت اكتر ايه الواحد خرج بيها من العمره اللي فاتت، الفتح بينزل على مين؟ مين اللي يستاهل الفتح؟ العابد المتصل بالله، اللي قلبه متصل بمولاه، اللي قلبه مليان رحمة على الخلق، اللي صدره سليم تجاه إخوانه، ده اللي ربنا هيختاره، ده اللي ربنا هيفتح عليه، ده اللي ربنا هيستعمله. شوفوا يا إخواني معايا بقى الآيات الرائعة دي، قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، منا ده من فوق، اوعى تفتكر ان الحاجات دي بتتجاب من تحت، اوعى تفتكر ان الحاجات دي بتتجاب بالدراع، ده من فوق. ولقد آتينا داود منا فضلا، صوت الجبال والطير تسبح معاه، قلب لما يسبح ربنا الدنيا تسبح معاه، ملك جيوش جهاد مملكة نبي الزبور. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، يا في ناس عبادتك كده يا رب، يا جبال أوبي، يعني أوبي يقولك أوبت الإبل إذا صارت من الفجر إلى الغروب، يعني من الفجر للمغرب قاعدة ماشية بلا انقطاع. سيدنا داود كان ممكن يعبد ربنا يا اخوانا طول النهار من الفجر للغروب، انت متخيله منظره وهو من قبل الفجر بساعه ولا حاجه طالع وسط الجبال لوحده، وطالع على قمه جبل ما حدش معاه في الدنيا غيره، عشان عند وقت الفجر يبقى موجود على قمه الجبل، ما فيش حواليه غير الجبال والطيور ساعه ما بتبدا تبكر، ويبدا يسبح ربنا من الفجر لحد المغرب من قوه قلبه في التسبيح، الجبال والطير تسبح معاه. يا جبال، الله يامر الجبال يا جبال عشان داود يا رب، عشان العبد الوحيد ده هو اللي قاعد على الجبال ده. انت ما تعرفش ده غالي عندي قد ايه، انت ما تعرفش اللي بيعبدني ده غالي عندي قد ايه. طب يا رب ما الجبال بتسبح والطير بتسبح، ليه يا رب يسبحوا بصوت يسمعه داود؟ لان ربنا بيحب ان عبده يعبده. فلما عبد لما بنيجي نعبد ربنا عبادة قوية فيها علو وهمة، ربنا من حبه انه يثبتك وانه يثبتك بيورينا آيات عشان نثبت. تخيل كده، كنت بقول لحد اخواني في الحرم المدني، تخيل لو انت كده قاعد تسبح، قلت انا سبح ربنا من الفجر للغروب، وانت بتسبح لقيت العواميد بتسبح معاك والسجاجيد، هتسيب الورد ده تاني؟ قال لي لا يمكن اسيبه تاني. اهو ده اللي ربنا عمله مع سيدنا داود عليه السلام، ان ربنا من حبه لانك تعبده. لما سيدنا داود علت همته في العباده بهذا المنظر، ربنا جعله يسمع تسابيح الخلائق من حواليه عشان يثبت على هذه العباده. يا جبال اوب، يا جبال شوف هيمنه ربنا على الكون كله، كل حاجه عبيط عند ربنا. يا جبال ربنا معانا يا اخوانا، يا اخوانا لو احنا مع ربنا الجبال معانا، لو احنا مع ربنا الكون معانا، لو احنا مع ربنا ملائكه السماوات معانا، لو احنا مع ربنا جبريل جناح واحد من اجنحته شال 7 كرة وهبدهم على الارض معانا، لو احنا مع ربنا سبحانه وتعالى نخاف من مين؟ يا جبال اوبي معه والطير. طب لما عبد العبادة دي بقى حصل ايه؟ ها؟ عنوان الحلقة، وألنا له الحديد. وألنا له الحديد جت بعد يا جبال اوبي معه والطير. بعد العبادة العظيمة دي ربنا بيقول لك شوف بقى لما عبد عملت له ايه؟ ياللي عايزين في السياسة يلين ليكوا الحديد، ياللي عايزين تخلصوا وربنا يكنس لنا بقى بتوع المجلس العسكري وشوية المفسدين اللي قاعدين في الأرض في مصر على اختلاف أشكالهم واتجاهاتهم، اللي عايزين ربنا يحرك لنا الجبال من مكانها،
يا جبال أوبي معه والطير. لما عبد العبادة دي كان المتوقع بقى يحصل ايه؟ شوف ربنا عمل له ايه. وألنا له الحديد. ده مش قوة بشر دي يا رب. ومين قالك انك لما تعبدني هتفضل تواجه الحياة بقوتك؟ ده انت لما تعبدني هتخرج من قوتك لقوتي. ده انت لما تعبدني هتخرج من ترتيبك وتخطيطك لترتيبي انا ليك. بقى سيب مولاك بقى يرتب لك. سيب مولاك بقى سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب. سيب مولاك بقى يمدك بمدد من عنده. يا اخوانا العبادة دي ما ينفعش سياسي اقتصادي تنموي داعية مجاهد عالم. ما ينفعش نسيب العبادة. ملتزم عايز توصل. اللي عايز يوصل لربنا العبادة اعظم طريق. اول حاجة يبقى في صلة بيننا وبين ربنا بيها عبادة ربنا. يا جباله أوبي معه والطير. المشهد الرهيب ده تتخيلوا يا شباب، تتخيلوا يا بنات بقى. وسيدنا داود نازل بقى من على الجبل وراجع بعد كل اليوم الحافل بالتسبيح ده. تتخيلوا بقى هيحصل ايه؟ شوفوا بقى ربنا بيقول لك ونازل بقى عملت له ايه؟ وألنا له الحديد. ها انا اعمل سابغات وقدر في السرد. يعني ايه؟ ربنا فتح عليه بطريق صناعة الدروع. اول واحد صنع دروع في البشرية. قبلها كانت صفائح حديد مش دروع. يا نعمل سابغات بقى. سابغات يعني الدروع تبقى مغطية الجسم كله. وقدر في السرد. السرد الحلقات بتاعتها قدرها بقى واحبكها بقى. واعمل دروع البشرية عمرها ما شافتها بقى يا داود. واعمل بقى اسلحة حربية البشرية عمرها ما تخيلتها يا داود بقى. وابهر البشر لما تخرج لهم السلاح الحرب الرهيب ده. ابهر البشر يا داود. مش مش بعلمك لانه مش علمك. ابهر البشر يا داود باللي بيعبد ربنا. ربنا بيعمل له ايه باللي بيعبد ربنا؟ ربنا بيدي له ايه؟ وألنا له الحديد. ده فتح ربنا للي بيقبل على ربنا. ده فتح ربنا للي بيعبد ربنا. انا اعمل سابغات وقدر في السرد. ربنا بيحيله طريقة صناعة الدروع. وقدام الناس الدروع دي داود صناعها. ولكن الدروع دي عطاء وفتح من فتوحات ربنا على داود. لما داود عبد ربنا سبحانه وتعالى انا اعمل سابغات وقدر في السرد. طيب بعد كده بقى ها واعملوا صالحة. يعني ايه؟ يعني اوعوا الفتح يشغلكم عن سبب الفتح. يا طيار يا اسلامي اوعوا لما يتفتح لكم البرلمان والسياسة والاحزاب الاسلامية والدعوة تتفتح في الجامعات والنوادي والمؤتمرات في الشوارع زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا عايزين تدعوا. اوعوا الفتح ده هو يشغلكم عن سبب الفتح. سبب الفتح يا جبال أوبي معه. سبب الفتح العبادة. لما العبادة جد الفتح ألنا له الحديد. وفتحنا لهم أبواب الدعوة وفتحنا لهم أبواب الجهاد السياسي وأبواب المناصب لتطبيق شرع ربنا. اوعى بقى يا داود لما تفتح لك الأبواب دي تنسى واعملوا صالحة. يبقى ربنا بيذكره تاني بعد الفتح اوعى تنسى اللي اتفتح عليك بسببه. اعملوا صالحة اني بما تعملون بصير. كل اللي انتم بتعملوه ده تحت بصر الله سبحانه وتعالى. ده مش احساس بقى ينشطك قوي؟ ده مش احساس ينشطك على العبادة قوي؟ اني بما تعملون بصير. يعني انا وانتم الوقتي تحت بصر الله يا اخواني. انا وانتم الوقتي ربنا يرى قلوبنا ويرى ألسنتنا ويرى ويسمع ما نقول سبحانه وتعالى. طب لما اعملوا صالحا بقى لما داود بقى وسليمان وقال داود عبدوا ربنا واستمروا في العبادة حصل ايه؟ استمرت الفتوحات بل زادت الفتوحات. انا عايزكم تشوفوا ترتيب الايات الخطير. الترتيب الخطير بتاع الايات. طيب يبقى اذا يا جبال أوبي جت ألنا له الحديد. طيب واعملوا صالحا جه بعدها ايه بقى؟ ولسليمان الريح. ايه ده؟ غدوها شهر ورواحها شهر. يعني اللي الناس تقطعه في شهر الريح دي تقطعه في ساعة. يعني الريح دي غدو ساعة اول النهار وروحوها ساعة اخر النهار. الساعتين دول تقطع فيهم من البشر بيقطعوا في شهرين. يعني ايه؟ ربنا بيوفر لك الزمن. العبادة دي هتخليك بتعمل بمقاييس زمنية تانية. تلاقي الانجازات اللي انت عملتها دي كلها جبتها ازاي؟ انت ازاي لحقت تعمل كذا وتعمل كذا؟ يا جماعة ده خلاص بقى. ده قدرة تانية يا اخوانا. انتوا فاكرين ده بقدرة فلان؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد. القوة العظيمة المستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى. ذا الايد انه اواب. كان بيؤوب باوراد العبادة الى الله. فربنا سبحانه وتعالى بسبب عبادته خلاه ذا الايد. اللي عايز يبقى عنده عزيمة في الدين. اللي عايز يبقى عنده عزيمة في الانطلاق لله. اللي عايز يبقى عنده عزيمة في الدعوة. اللي عايز يبقى عنده عزيمة في اي عمل من اعمال الدنيا او الدين.
اهو انه اواب. الحل اوراد العباده اللي الانسان ما يفرطش فيها ابدا. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. ها النتيجه ايه بقى يا رب لما العباده استمرت؟ ولسليمان الريح. لاجل سليمان بقى وعشان ينصر سليمان وعشان سليمان يبقى معاه امكانيات ينشر بها دين ربنا في الارض. غدوها شهر ورواحها شهر واسلد له عين القطر، عين النحاس. ربنا خلى له النحاس دايب يعمل منه اللي هو عايزه ويبني منه اللي هو عايزه. وعسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين يدي. ايه ده؟ ده الجن دول قوه ثانيه. ده الجن ده ممكن يروح الهند ويجي لك النهارده قبل ما المغرب يجي. القوه دي كلها عشان عبادته. واسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. انا عايزكم تتخيلوا بسبب عبادتهم ربنا عمل لهم ايه؟ قوه قدرة فوق قدرة البشر، ألن له الحديد. علم فوق علم البشر، ادهولهم اعمل سابغات وقدر في السرد. خرق قوانين الزمان، غدوها شهر وروحها شهر. خرق قوانين المكان، ومن الجن من يعملوا بين يديه، يروحوا بلاد ويرجعوا ويطلعوا للسماء الدنيا وينزلوا في قد ايه. تخيلوا يا اخواني، تخيلوا كل ده بسبب العبادة. يعملون له ما يشاء. الله، الآية دي كان يعني بتبكي الواحد كتير. يا سلام يا رب، يا رب عايزين رجالة يا رب ينشروا الإسلام في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية. 19 دولة اللي بيتكلموا بالأسباني دول حد فاكرهم ولا معبرهم إلا قليلة، ومستعدين للإسلام، بيكرهوا اليهود زينا وبيكرهوا أمريكا زينا، ومستعدين للإسلام تربة خصبة. يا رب عايزين رجالة يا رب للدعوة. عايزين رجاله ال 40% من شعب مصر اللي بيناموا من غير عشاء وبيناموا من جعانين يا رب. عايزين يا رب رجاله عشان يا رب عشان الجهاد يا رب، عشان فلسطين، عشان المسجد الاقصى. عايزين رجاله. فلما الواحد يقرا يعملون له ما يشاء، ربنا اداله اللي ينفذهم اهداف الدين في الارض لسيدنا سليمان، من محاريب بقى العباده ومساجد يعني وتماثيل، يعني في يعني قول اي امثال ما يحدث في الارض حتى يعلم الحق من الباطل، عشان جيوش الجهاد توجه يعني الدعوه الى الله. وشفان كالجواب وقدور الراسيات، يعني موائد طعام، اطعام رهيبه هائله للدنيا كلها. يعني تخيلوا يا جماعه سيدنا سليمان ربنا اداله ايه؟ طب بعد كل العطاء ده بقى، ها؟ اعملوا آل داوود شكرا. يعني ايه؟ يعني خدوا بالكم بقى، انا اديتكم ده بسبب العمل الصالح وبسبب العباده. اوعوا تتشغلوا عن ده، اوعوا تتشغلوا عن العباده بالفتح. طيب عايزين تزيدوا؟ اه يا رب. عايزين الفتح يستمر ويستمر؟ ايوه يا رب. عايزين العطاء يتنزل ويتنزل؟ ايوه يا رب. عايزين تبقوا دايما في زياده ما تنزلوش يا اخوانا. يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله. يعني انا اجيبها لكم حتى في الايه، في الدنيا، بل في الفساد حتى بعيد خالص. تلاقوا يعني ممثلين، يعني من تلاقوا ممثل مثلا كوميدي طلع مثلا من الستينات لحد دلوقتي نجم، ولحد دلوقتي يقول لك ده اكتر مش عارف نجم شباك، ده الفاظهم يعني وبتعبيرات. وتلاقي ممثل كوميدي ده طلع مثلا ووقت ما طلع كسر الدنيا وبعد كده اتطفى ولا حد عاد فاكره. اهي دي ان في واحد بس، ده استدراج والعياذ بالله. انما حتى في الدين دي سنن لربنا، ان ممكن واحد ربنا يفتح عليه ويستمر الفتح ويعلى ويزيد ويزيد وهيفضل يزيد مش هيقل، وواحد تاني يفتح عليه وشويه وينزل. اللي نزل ده نزل ليه؟ لان السبب اللي اتفتح عليه بسببه سابه، اتشغل بالفتح عن سبب الفتح. يعني عبد ربنا قوي فربنا فتح عليه في الدعوه، فقام جاري في الدعوه ونسى العباده، قام رايح منه فتح الدعوه. اجتهد في العباده قوي فربنا فتح عليه في الاستعمال لنصره الدين، اتشغل بالشغل عن العباده قام رايح منه الاستعمال. يعني القضيه قضيه ايه؟ عايزين تزيدوا بقى؟ اه يا رب. عايزين الفتح يستمر؟ ايوه يا رب. اعملوا آل داوود شكرا لان لئن شكرتم لازيدنكم. استمروا في العمل الصالح. يعني الايات لو حللناها كده هنلاقيها ايه؟ هنلاقيها يا جبال اوبي معه. يبقى العباده لما جت ألن له الحديد واعمل سابغات، جت الفتح جه. لما الفتح جه ما سابوش العباده واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. فلما العباده زادت الفتح زاد. ولسليمان الريح واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه. فلما الفتح زاد زادوا في الشكر وزادوا في العمل الصالح، يعملوا آل داوود شكرا عشان ما يقلوش ابدا ويفضلوا في زياده الى ان يلقوا الله سبحانه وتعالى.
قضية العبادة يا جماعة، قضية العبادة قضية خطيرة قوي، قضية عبادة ربنا. يعني أنا عايز أقول ستات البيوت، أخواتنا ستات البيوت اللي كل واحدة عندها عيلين ثلاثة ولا 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 مسؤوليات ولا مشاغل ومحتاسة فيهم، لا عارفة تعبد ولا عارفة تعمل حاجة، قاعدة تجري. يا بنتي ده أنت عبادتك ساعة ولا ساعتين في اليوم، ربنا يجمع ليكي شأنك كله بيه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ازاي وانا عندي دقيقة؟ انا نفسي والله وحاسة ان انا ما عدتش ملتزمة ولا عد ال 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 النقاب ده قماش على وشي وخلاص. انا لا عدت ملتزمة ولا عد اصلا احلام زمان في العبادة والايمان عدت في حياتي. يا بنتي شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا داود ايه، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد. الايد ده لم يذكر في القرآن الا مرة واحدة غير قولي الايدي. قولي الايدي دي يعني اياد كتير، يعني ايه عندهم عزيمة كأن 100 ايد اشتغلت مش كأنها ايد بشر واحد. انما ربنا بيقول على داود اذكر عبدنا داود ذا الايد. الايد دي لم تذكر في القرآن الا مرة واحدة بس، كمان مع الله، مع قدرة الله، والسماء بنيناها بأيد. أيد دي قدرة الله سبحانه وتعالى. كأن ربنا يقول لك أنا أمدد داود من قوتي لما عبدني. عايزين تواجهوا الحياة بقوة الله اعبدوا ربنا ذا الأيد إنه أواب بسبب العبادة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. معه لما كان مع الله ربنا خلى كل حاجة معاه، وكل حاجة تلين ليه، وكل حاجة تترتب ليه، والأبواب كلها تتفتح ليه. إن يا جماعة هي عاملة زي إيه؟ زي واحد واقف قدام باب قاعد يخبط راسه في الباب ما بيفتحش، يديله باللكاكين لحد ما عظم إيده يتكسر ما بيفتحش، يرزع برجليه لحد ما رجليه تورم ما بيفتح. يا حبيبي ولا هيفتح بعد 50 سنة. ليه؟ الباب ده له مفتاح مش هيفتح غير بيه. لازم تجيب المفتاح هتعمل كده الباب هيتفتح. أبواب فتوحات ربنا مفتاحها العبادة. هتعبد هتتفتح، هتعبد هيتفتح عليك، هتعبد هيصب الرزق، هتعبد هيبقى ليك الكرامات والعطاءات، هتعبد مسيرة العمل الإسلامي هيبقى طريقنا زي السكينة في التورتة كده مفيش حاجة قدامها. هتعبد هيقول لك يا عم ده بيقولوا السكاكين ومش السكاكين، يا عم مثل تشبيه. هنعبد ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا ولاية ربنا لينا، وشوفوا اصطفاء ربنا لدعواتنا، وشوفوا ولاية ربنا لدعواتنا. الواحد يا اخوانا في طريق الدعوة والله يا اخوان يا ما شاف فتوحات يقف لها شعر الرأس، ولو ان ما عادش في شعر الرأس بعد العمرة. يا ما الواحد شاف فتوحات يرتجف ليها القلب. يا رب ده احنا كنا امبارح يتامى ومساكين، يا رب الدنيا تتفتح وابواب الدعوه تتفتح رغم اهل الباطل كده في لحظه. اعبد وشوف يكون اليوم اللي قبلها او الفتره اللي قبلها كلها عباده. ويا ما شاف اخواننا فترات اغلاق وانغلاق، السبب هنا ايه؟ تلاقي ضعف العباده، ضعف الاتصال بالله سبحانه وتعالى، او سوء العلاقه بيننا وبين بعض، او ضعف، ما هي حاجتين، الصله بالله والصله ببعض. لو الصلة بالله باظت الفتح يروح، ولو الصلة ببعض باظت الفتح يروح. خدوا بالكوا الاتنين دول يا ابناء الطار الاسلامي، الصلة بالله والصلة ببعض، رحماء بينهم دي لو باظت خلاص هيتنزل علينا رحمات ليه؟ والصلة بالله يا جبال قوبي معه لو باظت هيتنزل عليك انت ليه؟ اشمعنى انت يعني عبادة ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني يمكن دي اخطر آية الواحد خرج بها من العمرة، يعني على آيات عظيمة عظيمة عظيمة. يا اخواننا سيدنا داود عليه السلام ربنا الآيات فيها معنى رهيب جدا، معنى فعلا يوقفك ويعزك. ربنا بيجيبك سيدنا داود من بداية قصته، يا جبال أوبي معه ورايح الجبال وقاعد يسبح. سيدنا داود يا جماعة بعد كده بقى ملك، سيدنا داود أقام مملكة، سيدنا داود ده نجمة اللي على علم اليهود، دي نجمة داود رمز للمملكة اللي أقام داود. سيدنا داود أقام مملكة. يا جماعة العبادة بنت دول، العبادة أسست دول، العبادة رفعت دول، العبادة أقامت ممالك. يا أخوانا احنا مستهينين بالعبادة اهي. طب والقصة اللي بعد قصة يا جبال وهوبي معه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سبأ اللي أسلمت على إيد سليمان. بعد سليمان ما مات بقى وبدأ بقى ايه يبعدوا عن العبادة ويبعدوا عن كلام ربنا. لقد كان لسبأ في مسكنهم، شوف ربنا بيقول على وطنهم ايه، مسكن. ربنا ما قالش في بلدهم، ايه في مسكن ايه؟ المسكن ده اللي هو البيت اللي جامعك مع مراتك مع اولادك، سكن. تخيلوا ربنا بيوصف الالفه اللي كانت بينهم شكلها قد ايه، زي مصر زمان والناس خايفه على بعض والوقت ومحدش معبر حد. في مسكنهم امنين، في سكن على رزقهم وعلى امنهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني ما فيش دولة في الدنيا زيهم في الأمن وفي الرزق وفي الرخاء.
واحد لما بيسمع الكلام ده بيفتكر الخليج زمان زمان في الرخاء، وبيفتكر الوقت والازمات اللي هم فيها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. لما يبقى الرخاء الزراعي لدرجة ان ما ينفعش تحفر طرق غير بين الاراضي الزراعية، فتبقى ماشي في الطريق يمينك وشمالك اراضي زراعية. كلوا من رزق ربكم واشكروا، لا اشكروا ازاي اعملوا على داود شكرا، اعبدوا بقى اعبدوا واشكروا، لا بلدة طيبة ورب غفور. فاعرضوا بعدوا عن عبادة ربنا، ارسلنا عليهم سيل العرم، مزقناهم كل ممزق. يعني ايه؟ يعني قصتين ورا بعض، قصة بتقول لك العبادة اقام الدول، وقصة بتقول لك العبادة هدى الدول. قصة بتقول لك العبادة اقامت ممالك، وقصة بتقول لك العبادة هدت ممالك. العبادة يا اخوانا، طب انت بتقول عبادة، انت بتقول يا داوود يا جبال قومي معه. الله، والله الآية جميلة، بس يا عم مين اللي يقدر يعمل الكلام ده؟ مين اللي يقدر يعبد العبادة دي؟ يا جبال قومي معه. ما هو انت لو في قلبك معرفة ربنا هتعبد ربنا للنهار. يا جماعة نفس الصورة ديت اللي هي صورة السماء ديت، لو تشوفوا ربنا بيتكلم عن نفسه ازاي سبحانه وتعالى، كلام الله عن الله بقى، المعاني ديت لما دخلت في قلب داود، داود عبد ربنا العبادة العظيمة ديت. المعاني دي معاني معرفة ربنا. ربنا في القرآن بيكلمك عنه لحد ما يبهرك، لحد ما خلاص تقع من طولك. مفيش قلب يستحمل كلام الله عن الله في القرآن ابدا. والله يا اخوانا اللي يفهم او قلبه يحس بكلام الله عن الله في القرآن ممكن يقع من طوله، ما يقدرش يستحمل. ده ربنا لما يكلمك عن جلاله ولا ملكه يقول لك الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. له ده حرف نزع ملكية من الكون كله. وانا بقرأها كده في الحرم حسيت ايه ده، قصور الملوك واموال الاغنياء كل ده مش بتاعتهم. يا نهار ابيض، حسيت ان الدنيا كلها واقفة قدامي حفاة عراة، حفاة عراة. انا مش مستني لحد يوم القيامة ما يجي عشان اشوف البشر حفاة عراة. انا من الوقت شفت حقيقتهم، انا من الوقت عرفت ان كل حفاة عراة، ان ربنا هو الملك الوحيد سبحانه وتعالى. القرآن لما يكلمك عن علم ربنا شوف يقولك ايه، يقولك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. يا رب مثقال، حتة البتاع ده ايه؟ حتة البتاع ده ايه؟ لا يعزب، لا تعزب عنه، لا تغيب عنه ولا تخرج عن سيطرته وهيمنته ولا تخرج عن علمه ولا تقدر تنفصل عن عطاء سبحانه وتعالى. لا يعزب عنه مثقال ذرة. يا رب ده احنا مش بنتكلم دلوقتي في البشر ولا بنتكلم، لا ده احنا بنتكلم في مثقال الذرة يا اخوانا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا رب حتى الديدان والحشرات والهوام والطيور ليها كتاب بيتكلم عن عمرها وقصتها وحياتها وموتها واجلها ورزقها. ايه العلم ده؟ مثقال الذرة يا جماعة الا في كتاب مبين. مفيش مثقال ذرة في الكون ما هوش في كتاب مبين. مفيش مثقال ذرة في الكون خرج عن انا مش بكلمك دلوقتي عني وعنك وعنك، انا مش بكلمكم عن علم ربنا بينا وباحوالنا، انا بكلمك عن علم ربنا بمثقال الذره اللي في السماوات والارض. لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ربنا لما يكلمك عن نفسه يذهلك بعظمه ربنا سبحانه وتعالى وبجلال ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع انا خايف يخرج عن ايدينا، موضوع العبادة وعظمة العبادة. ولكن المعاني دي تعرفك بقى ليه يا جبال أوبي معه، المعاني دي تعرفك ليه يا جبال أوبي معه، ليه داود قدر يصبر على العبادة دي كلها؟ لأنه عارف هو بيعبد مين، عارف بيعبد مين. لقيت في سورة لقمان، لقمان بيقول لابنه ايه، بيقول له يا بنية إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قد كده اهو، قد كده ولا اصغر، ده سنتوفة السناتيب كده اهو، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض. لو انت الذنب بتاعك قد كده اهو وعملته في بطن جبل، لو انت الحلم بتاعك اللي نفسك فيه قد كده اهو وتايه في السماوات بينك وبينه زي اللي بينك وبين المريخ، لو انت كده يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. لو ذنب ربنا هيجيبه، لو حلم ربنا هيجيبه لك لحد عندك، لو طاعة ربنا هيجيبها لك في الميزان لحد عندك، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. طب لما قال له من هو الله بعدها على طول إيه؟ يا بني أقم الصلاة.
بعدها على طول يا بني اقم الصلاه. يبقى لما عرف هو هيقف بين ايدين مين، قال له بقى اقف بين ايدين ربنا بقى، قال له بقى اعبد ربنا سبحانه وتعالى. العباده يا اخواننا، لما ربنا بيقول لسيدنا موسى في القران وانا اخترتك وانا اخترتك، طب يا رب اشمعنى موسى؟ ارجع بقى قبلها بايتين وموسى بيقول لقومه ساتيكم منها بخبر او بقبس او اجد على النار ايه هدى، او اجد على النار هدى. يعني بيقول لهم انا، بعض المفسرين قال لك هدى هنا يعني هدى في الدين مش في الدنيا. طب ده موسى في الظلام وفي الجوع وفي المتاهه وفي الكرب وفي البرد، وبيفكر انه يوصل لربنا اللي مهما كانت ظروفه الدنيويه، وبرضه بيفكر اوصل لك ازاي يا رب؟ ده اللي ربنا بيختاره، ده اللي ربنا بيصطفيه، ده اللي ربنا بيقول له انا اخترتك. عشان كده موسى بعدها قال ايه بقى؟ ها موسى بعدها بيقول يا ربنا، قال يا رب اشرح لي صدري. سوره طه، ربنا بيقول له اذهب الى فرعون، قال له طب يا رب اشرح لي صدري، ده الطريق صعب قوي، ويسر لي امري، ده العقبات كتير قوي، واحلل عقده من لساني يفقه قولي، يا رب انا عايز ابقى فصيح قوي، واجعل لي وزيرا من اهل، انا عايز اعوان يا رب جمد قوي، اشدد به ازري واشركه في امري كي ندعو إليك كثيرا ونعمل لدينك كثيرا، لا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ليه؟ سيدنا موسى عارف ان العبادة هي سبب الفتح، عارف ان الصف لو بقى عابد ربنا هينزل عليه اعظم الفتوحات على الاطلاق، عارف قيمة العبادة يا اخواني، عارف عظمة العبادة وخطورة العبادة الخطيرة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر في سورة الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم متحركين، إن في هذا لبلاغا لقوم مجاهدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يا رب العبادة، يعني يا رب بتقول لنا لبلاغا، يعني ده اللي هيبلغكم، يعني ده اللي هيوصلكم، يعني عايزين توصلوا له اعبدوا. يا عم انت هتقول الكلام ده يا عم، انت مش شايف الواقع ومش شايف النوازل يا اخواني؟ والله ما هي جايه بمجهودنا يا اخواننا. لو موتنا نفسنا هنعمل ايه؟ لو موتنا نفسنا الواحد كان نايم في الحرم في غايه الاكتئاب في غايه الهم، هتعمل ايه يا عم؟ ده كفار على ضلال، على مجلس عسكري، على نص العصابه لسه قاعده بره ومتحكمه في مقدرات البلد، على سوريا، على فلسطين، على حرق المصحف في افغانستان، هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ نايم في غايه الهم، سبحان مبدل الاحوال ومغير الاحوال. صحيت على تليفون لاخ من اخواني كده وانا قايم كده يا اخي، والله سبحان الله لقيت فكره كده في ذهني، ايه ده؟ انت فرحان بمجهودك ولا فرحان بربنا؟ انت معول على مجهودك ولا معول على فتح ربنا؟ انت فكرك ان شغلك هو اللي هيجيبها ولا شغلنا كلنا اللي هيجيبها ولا فتح ربنا هو اللي لما هيتنزل هيجيبها؟ يا جماعه عايزين نفهم بقى، فتح ربنا له اسباب عشان ربنا يفتح علينا كناس ملتزمين، عشان ربنا يفتح علينا ويفتح قلوب الشباب لكلامنا ويلتزموا، عشان ربنا يفتح لنا قلوب الكفار ويسلموا، عشان ربنا يفتح لنا ابواب تحكيم شريعته في الارض والدين يمكن ليه، عشان ربنا يفتح لنا ابواب الرزق، عشان ربنا يفتح لنا ابواب الامن، عشان ربنا يفتح لنا الفتح له اسباب، عشان ربنا يفتح عليك تبقي ام صلاح الدين، عشان ربنا يفتح عليك ويستعملك في الدين ونصرته، عشان ربنا يفتح عليك اللي شغال في موقع نت والموقع يبقى من اكبر مواقع العالم، عشان ربنا يفتح عليك اللي شغال في الجمعية الخيرية ومشاريعك يكتب لها القبول في الارض، عشان ربنا يفتح عليك يا ايها الداعية ويفتح القلوب لكلماتك، عشان ربنا يفتح عليك يا طالب العلم ويرزقك فهم تنور به الدنيا، عشان ربنا يفتح عليك يا جماعة ويفتح علينا. الفتح له اسباب، من اعظم اسبابه قوة الاتصال بالله، يا جبال اوبي معه بعدها وألنا له الحديد، بعدها الفتح المبين والتيسير العظيم. الرسالة يعني حاولت اوصل رسالة، ولكن يعني قدر الوسع يا اخوانا. دي اكبر نازلة انا كنت بتكلم عنها النهاردة، نازلة الانصراف عن التربية، نازلة ان الدين بقى سياسة ودعوة عامة، وفين التربية؟ الاخوة بتضيع. انا كنت عايز اسمي الدرس ده الملتزمون في خطر. الملتزمين ده مش معناه الملتحين والمنقبات، الملتزمين دول اللي عايزين يوصلوا لربنا، اللي عايزين يجاهدوا في طريق ربنا، الملتزمين اللي عايزين ربنا يستعملهم لنصرة الدين. الملتزمون في خطر يا اخوانا، انتوا بتضيعوا وانتوا مش حاسين، انت يا بنتي بتنهاري وانت مش حاسة، انت دينك بيروح، انت عامل زي يعني كان يعني بتعبير احد مشايخنا كده، الوزة لما بتتذبح
فيقول لك تفضل ماشيه كده وماشيه على رجليها ولا كاني في حاجه, وفجاه تقوم وقع من طولها على طول. احنا يا جماعه مدبوحين من ضعف العباده واحنا مش حاسين, قلوبنا مدبوحه, قلوبنا خلاص بقى زي كوبايه الشاي اللي بقالها سنه ما اتغسلتش. انت فكرك انها تيجي بايتين اللي تنضف, ده انت محتاج مجهود. يا اخوانا قوموا, يا اخوانا قوموا. التربيه الواحد سبحان الله يا جماعه, احنا الدين عندنا عاد ميكروفون وكاميرا. بكلم اخواني الوقت من الدعاء, واخواني الوقت من طلبه العلم. الدين بقى ميكروفون وكاميرا. كل اخ حلمه امتى هيبقى قدامي كاميرا واكلم الناس, امتى هيبقى قدامي ميكروفون واتكلم في مؤتمر. الدين عندنا عند السلفيين ما عادش غير صغر واحد, صغر الدعوه العامه. فين ان احنا ننزل ونربي الناس ونربي الاخوه؟ فين ان احنا نتواجد في الارض؟ فين شغل الارض؟ الواحد سبحان الله في الدرس الاسبوعي بتاع المسجد عندنا في المنصوره, الواحد كان يعني تفكيره زمان قبل كده ادي الدرس وامشي, لقيت ان سبحان الله تقابل الناس اللي كانوا بيحضروا الدرس بعد كده في الحياه, تلاقي اللي ضاع واللي ضل واللي بقى شغال صحفي في جريده بتحارب دين ربنا. ازاي يا اخوانا؟ الدين مش انك انت تدي وترمي. المره دي بفضل ومنه الله في الدرس نعمل, طب تعالوا نعمل بعد الدرس رحله للمقابر ونطلع ونقعد جلسه في المقابر, طب تعالوا بكره عندنا ان شاء الله باذن الله ليله من ليالي دار الارقم كده نصلي العشاء ونصلي قيام ليل كده ونشرح جلسه قرانيه في النص ونقرب من ربنا, وبعد كده نصلي تاني, وبعد كده عملنا يوم تربوي ويوم اخوه نتعرف على بعض ونفتح افاق المعرفه لبعض. الـ 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 الافكار التربيه يا اخوانا نبقى مع بعض. قال تعالى واصبر نفسك مع, مع حرف مع ده يعني ان شاء الله باذن الله يعني اخطر حرف في القران, حرف مع. لما مع دي ضاعت من الدين يا ايها الدعاء, الدين ضاع, الدين انهار. لما الدعاية بقى بيدي درس وبعد كده مع السلامة, انا مش مع الناس ولا فاضي للناس, انا ورايا تحضير درس تاني عشان ال100 درس يبقوا 200, الناس ضاعت. لازم نبقى مع الناس. عشان كده ربنا بيقول محمد رسول الله والذين معه. لما ربنا قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم, اصبر نفسك معاهم, هم بقوا معاه. الناس مش مع الدين ليه؟ لان اهل الدين مش مع الناس اصلا. اهل الدين مش مع الناس. ادي وارمي يا اخوانا. احنا عاملين زي اللي بيخلف ويرمي, والله عاملين زي اللي بيخلف ويرمي. دعوة بلا تربية يعني بنخلف ونرمي. الشاب يلتزم وبعد كده لازم نبقى مع الناس, لازم نحافظ على الناس, لازم نحقق مع ديت. انا معاك. الدعية يقول للشباب في الدرس بتاعه كده انا معاكو, انا معاكو. المشكلة اللي هتقابلكو في الطريق الى الله هتلاقوني معاكو, مش ساعة في الاسبوع تشوفوني واجري اركب العربية وطلع انا معاكو موجود. هنتقابل في نص الاسبوع تاني ونعمل يوم تربوي, ونتقابل في اخر الاسبوع تاني ونعمل ليلة تربوية, ونتقابل يعني ان شاء الله برضو, ونتقابل يعني احتمال الاسبوع ده نبدأ ان شاء الله الخميس ده هو برضو باذن الله دوره في فن الدعوه. ما تقعدش تقول له ادعو 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 هو مش عارف يعمل ايه. طب اعمل ايه يعني؟ مش عارف اكلم الناس, بروح بيتريقوا عليا. طب تعالوا نتعلم مع بعض فن الدعوه, تعالوا نبقى مع بعض, تعالوا نبقى ايدينا في ايدين بعض, تعالوا نحقق اخطر حرف في القران اللي لو جيت الدنيا كلها تتقلب. انا اسف ولكن لما قارنت ما بين للاسف يعني الحوزات العلميه بتاعت غير اهل السنه خالص, ناس من الضلال, وما بين معاهد اعداد الدعاء بتاعتنا العلميه, لقيت ان الثمره بتاعت الحوزات العلميه بتاعت الفرق الضاله بتطلع ثمره اكتر مننا. ليه؟ لان احنا عندنا بتدي الدرس طالب العلم او العالم بيدي الدرس وخلاص ومع السلامه, انما عنده قاعد معاه, قاعد له 10 ساعات ولا 12 ساعه في المكتبه. لما اديك الدرس روح ذاكر. طب انا في المذاكره بقى لقيت مشكله مش قادر اذاكر. اه طب انا معاك. طب انا حاسس بالرياء. اه هفهمك ان ده شبهه الشيطان بيقذفها في قلبك. طب انا هفهمك معاك يعني مش معناه لازقين لبعض 24 ساعه معاك يعني ادي ايدي اهيت في ايديك. كل ما هتقابل مشكله هتلاقيني معاك. حرف معده لازم يرجع يا اهل الدين. لازم نبقى وسط الاخوه تاني, لازم نبقى وسط الملتزمين تاني. عايز باذن الله سبحانه وتعالى في المنصوره نعمل يعني ايه زي يوم كده لكل الملتزمين, يوم الاخوه. مش هم في الجامعات الاجنبيه يقول لك دانس دي وفوتو دي؟ عايزين نعمل اخوه دي, الناس كلها تعرف بعض وتترابط مع بعض وتتعرف على بعض تعرف ديني, كل واحد يتكلم نفسه في ايه والناس تعرف بعض. الموضوع كبير يا اخوانا ولازم نرجع للتربيه. وانا بكلم اخواني من في الدعاء واخواني في طلبه العلم وبقول لهم لازم نرجع وسط الناس. الدين مش ميكروفون وكاميرا, الدين مش ميكروفون وكاميرا, واللي اتفتح عليه في الميكروفون والكاميرا هو اللي اتفتح عليه, واللي ما اتفتحش عليه في الميكروفون والكاميرا يا عيني ما استعملش ليه؟ ما في مليون صغر على الارض. ننزل ونربي الناس ونشوف مشاكل الناس ونحط ايدنا في ايد الناس ياكلوا الطعام ويمشي في الاسواق, نبقى بين الناس. لقد جاءكم رسول من انفسكم, نبقى زي الناس.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نبقى مع الناس، الثلاث كلمات دول لازم يرجعوا، مع الناس، بين الناس، زي الناس. لازم يا جماعة نرجع لهذا الأمر تاني. الوقت سحبنا. بالنسبة لسوريا بإذن الله سبحانه وتعالى احنا عاملين حملة كبيرة، يا ريت لو أخونا بس يقرب الكاميرا من هذا المشهد كده. احنا عاملين حملة كبيرة في المنصورة، يعني ائتلاف الدعوة في المنصورة، حملة يعني حملة ايه؟ سوريا لن تنحني، او سوريا لا تنحني، سوريا لا تنحني. المشاهد طبعا بتاعت الورقة ممكن تبقى فظيعة وبشعة. سوريا لا تنحني، حملة سوريا لا تنحني، زي ما انتم شايفين الكلمة على الشاشة. لو دخلتوا على الفيسبوك وكتبتوا بالعربي حملة سوريا لا تنحني هتدخلوا على طول على الصفحة بتاعت الحملة. الحملة دي يا اخوانا في رقبتنا، الشعب المصري للأسف اتأخر في هذه النازلة، ولكن مش معنى كده ان خلاص. او حملة سوريا لا تنحني دي صور للمذابح والمتقطعين والمفرومين والجثث اللي بوحشية هؤلاء النصيريين العلويين الكفرة اللي بيحكموا سوريا الوقتي، وقيادات الجيش السوري كلها من هؤلاء النصيريين الكفرة. عشان كده بيدبحوا في اهل السنة، عشان ما عدتوش تيجوا تقولوا الشيعة يا مسلمين، عشان تعرفوا مين هم الشيعة، عشان تعرفوا الشيعة. اهو المذابح دي كلها مذابح الشيعة علينا، اهي المذابح دي كلها غل الشيعة على السنة. هم هناك ما يجوش 0.5% نصيريين، ولكن هم اللي حاكمين سوريا طبعا بقوة اهل الباطل، ولكن الله اقدر عليهم. حملة سوريا لا تنحني عملناها في المنصورة، وبإذن الله في خلال أيام هنعمل مؤتمر كبير فيه، يعني إيه؟ يعني أكبر المشايخ بقى وكل الاتجاهات عندنا في المنصورة بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل لم تبرعات لسوريا. يعني بفضل الله الوقت بقى إيه، بنتعاون مع اتحاد الأطباء العرب إن الحملة تكبر أكتر ونوصل لهم أطباء، وبنتعاون برضو مع أطباء عبر القارات عشان بفضل الله بيتكون الوقت لجنة أطباء يوصلهم لسوريا على الحدود مع تركيا، وبرضه من ناحيه الاردن ولبنان. يعني فيه بفضل الله في سكك، والدنيا بفضل الله بتوصل بفضل الله المعونات والاغاثات الطبيه والاطباء والاموال والمعونات الغذائيه. الحمله كبيره والموضوع كبير والموضوع خطير، حمله سوريا لا تنحني. انا بدعوكم انكم تدخلوا على الفيسبوك تكتبوا عليه حملة سوريا لا تنحني، ونبدأ نشوف هنشارك بإيه وهننشر الحملة إزاي، وتوصل لنا البوسترات دي إزاي، ونطبعها في كل مكان إزاي، ونوصلها لكل حتة إزاي، ونلم تبرعات بصورة طبعا إيه، بصورة رسمية منظمة قوية جدا، ونغيث إخواننا إزاي. مصر اتأخرت في إغاثة سوريا يا إخواننا، مصر اتأخرت جدا في إغاثة أختها. طب يا عم مصر محتاجة ومصر مش لاقية، يا أخي انفق عليك يا اخوانا، ده مصر دي دايما بتنفق على غيرها وربنا بيبعت لها يا جماعه. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. تمن الايه ديت منابر النور في ظل عرش الله يوم القيامه، هي منابر النور ببلاش، هو ظل عرش الله ببلاش. ثم يا اخي احنا مش بني ادمين؟ مصر فيها نازله وسوريا فيها نازله، هنمشي في الاتجاهين زي شريطين القطر مع بعض، هنمشي في الاثنين. يعني الطفل اللي مدبوح ده وثلاث ارباع راسه طاير ده، والطفل اللي محروق ومشوي ده، والراجل اللي مدبوح ده، والراجل اللي متقطع حتت ده، يعني الناس دي ايه؟ يعني دول مش مسلمين؟ دول مش اخواننا؟ دول مش ناس هنتسأل قدام ربنا عنهم يوم القيامة؟ فين يا اخواننا اغاثة اخواننا؟ وفين دورنا لنصرة اخواننا؟ وازاي بنقول مسلمين وازاي بنقول ان احنا عندنا اصلا دين وعندنا اصلا كرامة وعندنا اصلا دم بيجري في عروقنا واحنا ما بنغش اخواننا واحنا شايفين حالهم كده؟ قضية سوريا دي لازم تتفتح يا مصريين، ملف سوريا ده لازم يتفتح يا اهل مصر انتوا وكل المسلمين في العالم، ملف سوريا لازم يتفتح. مكتوب في الورقه اهو خمس اسماء جمعيات منظمه اطباء عبر القارات، يعني الوقت اخواننا قاعدين مع اتحاد الاطباء العرب عشان كمان يعني عاملين مشروع كبير لسوريا ربنا يبارك فيهم. النهارده يعني جزاهم الله خيرا يعني كان بينا يعني اتصال واتصالات، وبفضل ومنة الله عاملين مشاريع كبيره من اجل سوريا. الجمعيات بدأت تقوم، او في جمعيات بدأت تقوم، ويعني بدأنا نجمع تبرعات فعليا، وهنوصل لهم اطباء واعانات وكل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى. مش هنسيب اخواننا ومش هنسيب المجرم ده يعني حرام، يعني ان مصر ما لا سحبت سفير ولا طردت سفير، حرام يا اخواننا، حرام يا اخواننا، ده دم اخواننا اللي بيسيل، ده الاطفال اللي بيشوهم والاطفال اللي عندهم شهور وبيشنقوهم، والمسلمين اللي بيدبحوهم وبيقطعوهم وبيحرقوهم. يعني احنا مش ممكن، يعني فين ديننا بقى؟ فين ديننا؟ احنا ما بنغش اخواننا. فحملة سوريا لا تنحني.
سوريا تاني اهوت الورقه اهيت حمله سوريا لا تنحني، تكتبوا على الفيسبوك كده حمله سوريا لا تنحني، تدخلوا باذن الله سبحانه وتعالى ونشارك ونتشارك مع بعض باذن الله كلنا باذن الله. صفحه الفيسبوك بتاعتي اللي هي دكتور حازم شومان، صفحه الفيسبوك بتاعتي بالانجليزي بقى ما ينفعش بالعربي، صفحه الفيسبوك ديت اتمنى يعني في مرحله التربيه اللي احنا فيها، انا يعني معتز الفتره اللي فاتت، الفتره اللي فاتت لما كان بيحصل نازله كنت بخلي الحلقه كلها على النازله دي، الوقت لا، الوقت الحلقه على الاقل 50 دقيقه منها عن الجهاد التربوي وعن انقاذ الملتزمين والملتزمات اللي بيضيعوا، وعن ازاي نقوم بقى ونقوم قضيه التربيه تاني عشان يخرج رجاله. ما انا قلت لكم في اول الحلقه، يا رب مين يا رب اللي هيشيل الجهاد المؤمن العابد، يا رب مين اللي هيقوم الدول المؤمن العابد، الف لام ميم المكي هي الف لام ميم المدني، عمركم ما تقدروا تبنوا الدول غير بمشاعر مكه، غير بايمانيات مكه، غير بالاتصال بالله. قضيه التربيه دي اخطر قضيه الان في مصر، قضيه انقاذ السلفيين بينهاروا، الطيار السلفي بيقع، بل الطيار الالتزامي بيقع يا جماعه، ومحدش حاسس، الناس خلاص مفاهيمها بتتغير وبتتبدل والقلوب بتفسد، ما ينف... لازم واقفه، كل مره بنقول دوس بنزين، النهارده بنقول دوس فرامل، وقفي وشوفي سجاده الصلاه بتاعتك، وقف وتضرع من ايدي ربنا، ولازم قضيه التربيه تقوم. عشان كده صفحه الفيسبوك يعني بتاعتي ان شاء الله الفتره الجايه بقى هيبدا يبقى عليها نشاط باذن الله، يعني هبدا هدخل بقى بنفسي وهيبدا يبقى عليها نشاط ان شاء الله، يعني بقدر ما استطيع، ونشاط تواصلي مع كل الاخوه والاخوات على النت وعلى الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى، وهنبدا نبقى مع نحقق كلمه مع ديت، لان الفضائيات طبعا صعب نبقى مع بعض، لا مش صعب، هنبقى مع بعض من خلال النت، وقريبا ان شاء الله نعمل معسكرات مع بعض في مساجد وايام تربيه مع بعض، ولكن طبعا الكلام ده ايه يعني، ممكن اول حاجه نبدا بيها من خلال الفيسبوك باذن الله. اللي عنده اقتراح تربوي للشباب والملتزمين والملتزمات والشباب والبنات على النت كله، يدخل على صفحه الفيسبوك ويكتبه، ويعني يعني الباشمهندس اللي ماسك الصفحه ان شاء الله يعني ايه ناخد الاقتراحات دي كلها مع بعض. حمله سوريا لا تنحني ما تنسوهاش يا اخواني ابدا باذن الله سبحانه وتعالى، ده الاسم على الفيسبوك. ان شاء الله قريبا يعني هنحاول نجهز لعمره تربويه، عمره تربويه يعني ايقاظا لقضيه التربيه في مصر، عمره تكون للاخوه كده، الشباب بقى الغلبان بقى اللي معهوش فلوس يركب بقى الطيارات والكلام ده، تبقى عمره بريه نشرح السيره كلها من خلال العمره باذن الله، وتبقى عمره تربويه يبقى فيها اعتكاف في الحرم، مش عايزين سكن يا عم، السكن يبقى بعيد ولا حاجه رخيصه ولا حاجه، مش عايزين طيارات يا عم، عايزين نطلع في البر مع بعض نتربى في الطريق رايحين جايين زي ما هنتربى في الحرم، عايزين عمره تبقى رخيصه ارخص ما تكون خالص على الاطلاق، ولكن تلم جمع كبير جدا من الملتزمين باذن الله سبحانه وتعالى، نروح بقى نعبد ربنا، نقطع سجاجيد الحرم من العباده باذن الله سبحانه وتعالى، ده قريبا قولوا يا رب، يعني انا بقول لكم كده عشان تقولوا يا رب يفتح بهذا الامر ويفتح بهذه العمره التربويه، هتبقى يعني ايه فكره جديده، العمرات اللي فاتت عمرات دعويه، يعني هناخد الناس كلها ونطلع، المره دي عمره تربويه، ناخد الاخوه بحيث ان هم يتشحنوا قبل رمضان، يرجعوا رمضان بقى ايه يكسروا الدنيا هنا بقى في العباده والدعوه وصناعة المعروف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم افتح علينا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم امدنا بمدد من عندك، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم انتقم من بشار، اللهم انتقم من هذا المجرم، اللهم انتقم منه، اللهم انتقم من النصيريين العلويين في سوريا يا رب، اللهم ازل دولتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم اغث اخواننا في المسجد الاقصى، اللهم اغث اخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر دينك، اللهم انتقم ممن حرقوا المصحف يا رب، اللهم انتقم منهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يحكم، اللهم اذن لمصر بحاكم اسلامي يطبق فينا شرعك، اللهم اذن لمصر بحاكم يطبق فينا شرعك، اللهم اذن لمصر بحاكم يطبق فينا شرعك يا رب العالمين يا رب العالمين. اخر جمله يا اخوانا، احنا دلوقتي بنفكر رئيس اسلامي ولا رئيس توافق لمصر، انا بقول لو ما فيش في جمهوريه مصر العربيه غير خمسة هيختاروا رئيس اسلامي زي حازم صلاح اسماعيل او ما يعادله،
هبقى انا واحد من الخمسه دول. فكره رئيس توافقي دي فكره مرفوضه تماما تماما تماما. لا هنكرر غلطه محمد علي ولا غلطه جمال عبد الناصر تاني وندفع 200 سنه من عمر مصر تاني. يعني انا بالنسبه لي على صغري انا يعني بدمي مع رئيس اسلامي يا حازم صلاح ابو اسماعيل يا ما يعادله، انما الاقوال اللي بتطلع داخل الطار الاسلامي رئيس توافقي دي انتهت وخلصت اخواننا ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.